تتجدد مشاهدينا الأعزاء مستمعينا الأفاضل بتجدد انطلاقاتنا وتحدياتنا شوطا جديدا من أشواط الخير والبركة ينطلق في هذه اللحظات شوطنا 15 والذي يحمل منافسات الإبكار المحليات الأصايل. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين ونبدأ مباشرة إلى المركز الأول إلى صدارة هذا الشوط ليتابع من يتواجد على المقدمة يتواجد على الصدارة الأولى في هذه اللحظات الجميلة. هناك مياسة تتواجد على الصدارة وعلى المركز الأول هنا على المرتبة الأولى في هذه اللحظات الجميلة. مياسة لسالم بن حمد بن سلطان المنصوري بينما المركز الثاني تواجدت هنا شمعة لعلي بن حمد بن علي بن الخيار الشامسي بينما المركز الثالث باروتة تتواجد على المركز الثالث هنا محمد بن سالم بن زعتر العامري بينما المركز الرابع مع الذيبة لسعيد بن شطيط بن حمد الشامسي بينما المركز الخامس هناك الشاهنية غالب بن سلطان بن غالب المنصوري بينما المركز السادس سادس المراكز النايفة وصلت في هذه اللحظات وتقدمت النايفة ليتحرك سالم بن راشد بن حبالة الاكتبي على المركز السادس بينما المركز السابع وصول من مياسة وتقدم جميل لتتقدم مياسة وتتحرك في هذه اللحظات أو هذه بنت شاهين القادمة على المركز السابع بشعار حمد بن حميد بن سالم الدرعي بينما المركز الثامن سمحة يا سمحة تواصلت سمحة وانطلقت في هذا الانطلاق السمحة في هذا الانطلاق الجميل مع عمير بن علي بن مران المنصوري بينما تاسع المراكز وصلت أيضا سمحة أخرى تتقدم لسالم بن حمد الحبروت الينيبي الواصل أيضا في هذا الانطلاق بينما المركز العاشر هناك أداء جميل من النايفة لعبد الله بن سالم بن مصبح بن صروخ النعيمي. هذا هو النداء هذا هو النداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة في تحديات هذا الشوط في هذا الانطلاق الذي يحمل هذه المنافسة يحمل هذه التحديات. إذن مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام نعود إلى المقدمة نعود إلى الصدارة نعود إلى التغيير الذي بدأ وطرى وجرى على المقدمة مع هنا بنت شاهين على المركز الأول حمد بن حميد بن سالم الدرعي ولكن هناك المشاركين شنوا الهجوم وشنوا أيضا الغارات نحو صدارة هذا الشوط. الكل يبحث الكل طامحا وطامعا بالفوز والناموس. إذا غيرت سمحة وانطلقت على المركز الأول مغيرة لمجريات الأمور مغيرة لهذا الأداء الكبير. إذا سمحة تستحوذ المركز الأول وتسيطر على المنطقة المستهدفة من لدى الجميع. إذا سمحة لعمير بن علي بن مران المنصوري يتقدم الجموع وياتي على المركز الأول لينطلق على الصدارة بينما المركز الثاني النايفة باحثة عن المركز النايف باحثة عن هذا المركز الأول الذي هناك على الصدارة. إذا هذه النايفة لسالم بن راشد بن حبالة الاكتبي بينما المركز الثالث هنا على المركز الثالث وصول أيضا هنا بن بنت شاهين تتراجع على المركز الثالث مع حمد بن حميد بن سالم الدرعي بينما المركز الرابع انطلاقة الذيبة وصلت الذيبة وتحركت لسعيد بن شطيط بن حمد الشامسي هنا يأتي في هذه اللحظات الجميلة بينما المركز الخامس خامس المراكز خامس التحديات وصلت على المرتبة الخامسة وتحركت هنا شمعة يا شمعة
لعلي بن حمد بن علي بالخيار الشامسي ياتي على المركز الخامس، بينما المركز السادس وصول ايضا باداء جميل بانطلاق رائع من الاسماء المتحركه التي بدات هنا تتقدم من المناطق الخلفيه متوجهه الى المنطقه المستهدفه، متوجهه الى المراكز التي يسمح لها بالنداء هناك على الصدارة. إذا مشاهدينا الأعزاء نحن سوف نعود إلى المركز الأول، سوف نعود إلى الصدارة حتى تتضح لنا رؤية أرقام هذه المطايا المشاركة التي بدأت أيضا بالهجوم وشن القارات. عودتنا إلى المركز الأول إلى سمحة التي لا زالت على المقدمة، لا زالت على الصدارة، لا زالت على مقدمة هذا الشوط، حيث المكان، حيث الزمان، حيث الموقع الجميل المطل إلى أيضا المقصورة الرئيسية. هذا موقع استراتيجي، هذا موقع استراتيجي. إذا على الصدارة تاتي سمحة على المركز الأول وتتقدم لعمير بن علي بن مران المنصوري باحثا عن الفوز. المركز الثاني وصلت النايفة وتحركت النايفة لسالم بن راشد بن حبالة الاكتبي، بينما المركز الثالث مع انطلاقة وتحركات بن شاهين الواصلة أيضا هنا لحمد بن حميد بن سالم الدرعي. المركز الرابع الذيب سعيد بن شطيط الشامسي. المركز الخامس مع شمعة علي بن حمد بن علي الشامسي. الله الله، من وصلت، من تحركت، تحركت أيضا وتقدمت بشاير لسيف بن أحمد بن غريب بر رضا العامري ياتي في هذه اللحظات، وبن غالب واصل يتحرك وينطلق مع الشاهنية غالب بن سلطان بن غالب المنصوري. الله 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 الله، المنافسة بدأت، التحديات بدأت، ورأس من واصل هناك مع مياسة سالم بن حمد بن سلطان المنصوري. ولكن عودتنا إلى المركز الأول إلى سمحة التي أبت أن تسلم المركز الأول حتى هذه اللحظات. إذا سمحة بدأت بالمغادرة، سمحة على الصدارة، عمير بن علي بن مران المنصوري المركز الثاني، تنطلق به النايفة وتتحرك لسالم بن راشد بالحبالة الاكتبي. وبن غالب وصلكم، بن غالب وصلكم، يا بن غالب وصل مع الشاهنية غالب بن سلطان بن غالب المنصوري. ولكن سمحة خلاص يا سمحة، سمحة سمحة سمحة، وسمح الله طريقك، سمح الله طريقك. انطلقت على المركز الأول عمير بن علي بن مران المنصوري. والنقطة الثانية في هذه الصباحية الجميلة، تهانينا والناموس إلى مالك سمحة عمير بن علي بن مران المنصوري، ومشكور يا عبيد بن مران من يرافقها في عملية التضمير. المركز الثاني شاهنية غالب بن سلطان بن غالب المنصوري، ثالث المراكز هناك مع النايفة على المركز الثالث سالم بن راشد بن حبال الاكتبي. رابع المراكز هناك انطلقت به بنت شاهين حمد بن حميد بن سالم الدرعي، والمركز الخامس وصلت فيه هناك الديبة لسعيد بن شطيط بن حمد الشامسي. إذا متابعين الكرام نعود إلى التوقيت الزمني 9:32 وخمسة أجزاء من الثانية. سمحة عمير بن علي بن مران المنصوري، تهانينا والناموس. المركز الثاني دقائق 33 وتسعة أجزاء من الثانية، كانت هناك الشاهنية غالب بن سلطان بن غالب المنصوري، بينما المركز الثالث هناك وصلت على المركز الثالث هي النايفة سالم بن راشد بن حبالة الاكتبي، وتوقيتها الزمني 9:36 وثاء وتماما وكمال.